ما لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نحن اليوم نعتبره بداية عرس جديد لكتاب من الكتب التي كثر وشاع وذاع صيتها بين الأوساط العلمية قديما وحديثا، ألا وهو متن أبي شجاع، وله أسماء كما سيأتي الكلام على ذلك في المقدمة. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء قديما وحديثا، ما بين شارح لألفاظه وحال لعباراته، وما بين ناظم لكلماته، ومما نظمه الإمام العمريطي. وهذا الشرح وهذا النظم مشروح. ومتن أبي شجاع منهم من شرحه ومنهم من علق على شرحه، وهذا إن شاء الله سنفرد له مقالا وكلاما مستقلا عن الكتاب والكتب التي وضعت عليه والمصنفات التي شرحته والمصنفات التي وضعت على شروحه وأشهر المصنفات وأكثرها فائدة إلى آخره. لكن بداية، وهذا عهدنا بأي كتاب ندخل فيه ونشرع فيه، أننا نتكلم على نبذة من حياة صاحب هذا الكتاب. متن أبي شجاع، صاحبه هو أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني، الأصبهاني بفتح الهمزة وكسرها أصبهان أو إصبهان مع الفاء والباء، يبقى كم لغة كده؟ يبقى أربعة. أصفهاني إصفهاني أصبهاني إصبهاني، ففي هذه الكلمة أربع لغات، وهي نسبة إلى أصبهان بلده، إما بلده أو بلد جده، وهي بلدة من بلاد العجم كما في التراجم. سميت هذه البلدة بأصبهان لأن أول من نزل بها أصبهان ابن فلوح ابن المطي ابن يافث ابن نوح عليه السلام، فسميت باسم من نزلها. طيب يبقى اسمه يا مشايخ اسمه أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصبهاني، لأنه من العيب أن تشرع في كتاب وأن تحفظه إن كتب الله لك ذلك، وأنت تجهل من كتبه، وأنت تجهل حياة أو بعض من حياة من كتبه. وشهرته أبو شجاع أو أبو الطيب، يعني يلقب بأبي شجاع ويلقب كذلك بأبي الطيب. وأبو شجاع مثلث الشين، شجاع 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 هكذا في القاموس، لأنها إما على وزن غراب أو سحاب أو كتاب، يبقى إيه؟ غراب يبقى شجاع، وهذه هي اللفظة الدارجة على ألسنتنا. وسحاب يبقى إيه؟ شجاع. وكتاب يبقى شجاع. والشجاع هو الشديد القلب عند البأس، شديد القلب يعني عند الأهوال تجدوه ثابت راسخ، عنده كفاءة وإمكانية وملكة وهيئة يستطيع أن يصمد أمام الصعاب، هذا هو الشجاع. ولذلك يشبه الرجل القوي الشديد البأس بالأسد في الشجاعة،
الشجاعة اللي هي الثبات عند النوازل والخطوب. يبقى له كنيتان، الكنية الأولى أبي شجاع، والكنية الثانية أبو الطيب. ولد سنة 33 و400، 433، يعني هو من علماء القرن الكام؟ القرن الخامس. يعني كان في عصر الإمام الغزالي، كان في عصر إمام الحرمين، ده كان في عصر الجهابزة، كان في عصر كبار المجتهدين. فائدة حكاها من ألف وكتب في ترجمته، قال: عاش القاضي أبو شجاع 160 عاما. عاش القاضي أبو شجاع 160 عاما قضاها، ولم يختل عضو من أعضائه. يعني إيه؟ السمع زي الفل، السمع 6/6، البصر جيد، السمع 6، السمع جيد، البصر جيد، الكلام جيد، البنيان جيد، يعني لم يمرض 160 سنة، ولم يصب بصداع، ولم يصب هكذا قالوا. فقيل، فقال هو يعني عن هذا: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظناها في الصغر حفظها الله علينا في الكبر. هذه الأعضاء إن وضعتها فيما خلقت له بارك الله فيها، وإن وجهتها لغير ما خلقت له نزع الله منها البركة ووضع فيها المرض والعياذ بالله. مناصبه، أما مناصبه تولى القضاء، والقضاء كان مرتبة ومنزلة يعني اجتماعية في زمان هؤلاء الكبار. ثم بعد ذلك تولى الوزارة، كان وزير سنة 47، 447 تولى الوزارة. فنشر العدل وأقام الدين، هكذا قالوا، وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي، طلعش من البيت، راح مشوار هنا أو هنا أو هنا حتى يصلي ركعتين، ويقرأ من القرآن ما أمكنه، ويظل قبل أن يخرج يقرأ ويتلو متصلا بالله سبحانه وتعالى. ولا تأخذه في الحق لومة لائم، يعني كان يصدع بالحق في وجه أي شخص كائن من كان، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. وكان له 10 أفراد، 10 وكلاء، كل وكيل يقوم بتوزيع الصدقات والهبات والعطايا بين الناس، وكان ينفق من العطايا الكثير والجزيل 100,000. ولذلك تخلوا عن الدنيا ومتاعها وما فيها، فبارك الله لهم في أعمارهم وفي أعمالهم، بارك الله في أعمارهم وأعمالهم. انظر إلى متن أبي شجاع على صغر حجمه وعلى وجازته وعلى لطافة معانيه. من الذي يعني درس كم الكم الذي درس هذا الكتاب؟ قد إيه؟ كم هم؟ مليارات قرأت في هذا الكتاب وانتفعت به وحفظته، وألوف من العلماء درسوه وحفظوه للطلبة وهم صغار، وألوف من العلماء علقوا عليه وشرحوه، وهناك من العلماء من نشروه. كل ذلك من البركة، كل ذلك بسبب الصلة التي كانت بينه وبين الله، اختاره الله سبحانه وتعالى لنشر العدل ولإقامة الدين. فعم إنعامه الصالحين والأخيار. ثم زهد الدنيا وأقام بالمدينة، لكنه لما زهد الدنيا زهدها عن ملك، ولم يزهدها عن فقر وفاقة وحاجة، وإنما زهدها عن تمكن، زهدها عن أملاك، ولكنه ما رغب فيها ورغب عنها. وأقام بالمدينة المنورة، وهذا خير قيام وخير مجاورة
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقم المسجد الشريف. وظيفته بيعمل إيه؟ بيكنس المسجد. بيكنس مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يتكبر، لم تأنف نفسه ذلك، بعدما كان قاضياً ووزيراً وله من المناصب الاجتماعية يعني الكثير، وما عنده من الأموال ما لا يحصى ويعد، ولكنه ذهب إلى مدينة رسول الله وإلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبر ما أن ما يقوم به أفضل من الوزارة والقضاء. كان يقم المسجد ويفرش الحصر. يعني إيه يفرش الحصر؟ عارفين الحصر؟ حصر اللي هي السجاجيد اللي هي المكت في زماننا، عاملة زي الإيه؟ زي المكت، ما قاعدين عليها هي، هي دية الحصر، عاملة زي السجاجيد. كان بيفرش الحصر بعد ما يقوم المسجد، يجيب السجاجيد ويفرشها، هي دية يعني خلاصة حياته. ويشعل المصابيح إلى أن مات، إلى أن مات أحد خدمات الحجرات الشريفة. وكان يشعل المصابيح، يعني كان وظيفته قائم على إن هو يولع النور ويطفي النور بالطريقة بتاعتنا يعني. إلى أن مات أحد خدمات الحجرات الشريفة فأخذ وظيفته. بس فين الحجرة بتاعت سيدنا؟ أخدم في الحجرة، مات القائم عليها، ثم هو قام مقامه. هو أحسن، ده أحسن من الوزارة ومن القضاء، وهي ديت كلها. ده الحب يا مولانا في أسمى معانيه، أن تكون بجوار المحبوب. إلى أن مات، يعني ظل متمسك بهذه الوظيفة وهي خادم الحجرة الشريفة المنورة المنورقة على صاحبها الصلاة والسلام، إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى ودفن بمسجده، بمسجد سيدنا رسول الله الذي بناه. ودفن بمسجده هو، مش بمسجده هو، الذي بناه عند باب جبريل الذي كان ينزل منه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دفنه في المسجد وكان بيصلي، والعلماء كانت بتيجي تصلي، يعني ما فيش مشكلة بقى، يعني الصلاة في المساجد اللي فيها القبور ما فيهاش مشكلة أهو. أمال الوهابية عاملة مشكلة منين؟ طرهات عقلية، مرضى نفسيين عايزين يتعلموا. اقرأوا في سير العلماء، هو بيقول بمسجده الذي بناه عند جبريل الذي كان ينزل منه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة. ده رأسه قريبة من الحجرة، حجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه يعني نبذة بسيطة تعطينا ايه بقى، ايه خلاص، ما هي خلاصة هذه القصة؟ اولا الحب، حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا الزهد، الزهد في الدنيا وما فيها، فلا خير فيها، دعها ولا تتكالب عليها ولا تجري نحوها، اهرب منها كما تهرب من الأسد إذا لقيته. رقم ثلاثة الصلاح يبارك به في أعضائك وفي عمرك وفي حياتك. خامس حاجة التواضع. سادس حاجة أن تشتغل بالله. سابع حاجة أن العلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب لله، لا يطلب لذاته وإنما يطلب لله. لا تتعلم من أجل أن تكون عالما، تعلم من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك حتى تصل إلى الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي ملخصات من حياة هذا العملاق، نسميه عملاق. أول شيء قالوا إيه بقى؟ يلا نفتح الكتاب كده. أول حاجة عندنا في متن أبي شجاع إيه؟ اللي هو غاية الاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنتكلم عن فلوس، هنتكلم برضه، هنتكلم ان شاء الله. بس يعني انت عارف ان احنا اكاديميين، او اول ما نخش على البسملة بنغيب. البسملة لوحديها دي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كلامه بالبسملة تسننا وعملا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي ابتدأ فيه رب العالمين بالبسملة، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فابتدأ الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، فأراد أن يعمل كما عمل الله سبحانه وتعالى وكما ابتدأ كتابه بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أقطع أجذم، ثلاث روايات. إيه المعنى بقى من الثلاثة دول؟ أبطر أقطع أجذم، المعنى أنه ناقص البركة. يعني أي عمل تدخل عليه وتبدأ فيه ولا تصدره ولا تصدره بالبسملة، هذا العمل لا بركة فيه، فهو وإن تم حسا وانقضى وجودا إلا أنه فاقد البركة. جرب كده تقرأ كتاب من غير ما تذكر عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ستخرج من الكتاب وكأنك لم تقرأ، ولن تجد في ذهنك معلومة محفوظة. قل كده واشرب من غير أن تسمي الله، لن تجد شبعا في بطنك ولا رواء بداخلك. فهو الأكل والشرب وأي عمل وإن تم حسا، يعني في الصورة في الوجود، إلا أنه ناقص البركة، في حاجة من جواه ما تمتش. كذلك فينبغي عليك قبل أن تبدأ في أي شيء على ما سنبين أن تقول بسم الله. طب ولما ثنى بالحمدلة؟ قالوا ثنى بالحمدلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر، أيضا يعني ناقص البركة. طب ده هنا في ابتدأ وهنا كذلك ابتدأ، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. الظاهر من الحديثين التعارض، فكيف نجمع بينهما؟ لأن الجمع أولى من الترجيح، هنجمع ما بينهم إزاي؟ قالوا الجمع ما بينهما يحصل بعدة طرق. الطريق الأول أن تقول بأن البداءة بالبسملة بداءة حقيقية، والبداءة في الحديث بالحمدلة بداءة إضافية. طيب يعني إيه بقى بداية حقيقية وبداية إضافية؟ ودي حاجات من العلم، يعني ما حدش يزعل، لكن إن شاء الله مع صدق الاعتماد على الله والإخلاص سيطرح الله البركة فيما نقرأ بإذن الله. البداية الحقيقية هي التي لا يتقدمها شيء، فالبداية بالبسملة أول ما خرج في حال التأليف من فم المصنف ولم يتقدمها شيء. أول الكتاب إيه عندك؟ أول متن أبي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم، النسخة بتاعت أبي شجاع، يبقى دي البداية الحقيقية. لماذا؟ لأنه لم يتقدمها شيء. طب والبداية الإضافية؟ افهم، لأن ده هتلاقيها في كل الكتب، وما من كتاب كتب إلا وفيه تفصيل وشرح وتطويل في مسألة البسملة، لأنها مشتملة على
مسائل كثيرة، وفيها يظهر ميدان العلماء بالشرح والتعليل، لأنها متعلقة بمسائل كثيرة، مسائل في الفقه ومسائل في العقيدة ومسائل في علم الكلام ومسائل في البلاغة ومسائل كذلك في النحو ومسائل كذلك في وهكذا، أشياء كثيرة. يبقى البداية الحقيقية هي التي لا يتقدمها شيء. أول ما ألف الإمام أبو شجاع هذا الكتاب كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتب قبل هذا شيء. يبقى دي اسمها بداية إيه؟ حقيقية. البداية الإضافية يعني بالنسبة لما بعدها تعتبر مبتدأ به، وبالنسبة إلى ما قبلها ما تعتبرش مبتدأ به. فنحن سنقول بأنها مبتدأ بها بالنظر إلى ما بعدها. أضرب لك مثال لطيف جدا يعني يوضح لك المقال. اجعل أمامك فرد وأنت في الوسط وبعدك فرد، أنت مع ما بعدك تعتبر إيه؟ متقدم عليه. يبقى أنت قبله ولا مش قبله؟ قبل. طب وباعتبار اللي قبلك؟ لا أنا مش كده، يبقى بالنسبة للي قبلي هو متقدم عليه وأنا متأخر عليه. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمه اعتبار عقلي. اعتبار عقلي يعني إيه؟ يعني نسبة ما بين الشيء وما بعده. إذا نظرت إلى هذا الذي بعدك مع مقامك ستقول بأنك مبتدأ عليه، وإذا نظرت إلى ما هو قبلك ستقول بأنه قد ابتدأ عليك وأنت لست مبتدأ عليه. يبقى اسمها بداية إيه؟ بداية إضافية. يعني إيه إضافية؟ يعني باعتبار ما بعدها، باعتبار ما بعدها مبتدأ بها. لكن البداية الحقيقية لا، مطلقا هي أول كل شيء مطلقا. كالبسملة في كتاب الله، أول سورة في كتاب الله إيه؟ الفاتحة. وأول آية هل قبلها شيء؟ طيب يبقى بدي بداية إيه؟ حقيقية. طب الحمدلة باعتبار ما بعدها من الآيات مبتدأ به، ولكن بداية إيه؟ إضافية، يعني بالإضافة لما بعدها بالنسبة إلى ما وراءها، ولكنه قد تقدمها شيء. يبقى دي اسمها بداية إيه؟ إضافية. يبقى البداية بالحمد البسملة بداية حقيقية، والبداية بالحمدلة بداية إضافية. الله، فهمناه ولا لا؟ فهمناه، بارك الله فيك. طب بيقول في الحديث كل أمر ذي بال، يعني إيه الكلام ده؟ قالوا كل أمر ذي بال يعني صاحب حال يهتم به شرعا. كل أمر صاحب حال يعني على هيئة وحالة الشرع حضنا وأمرنا أن نهتم به، يبقى يهتم به شرعا، يعني أن الشرع حثنا على الاهتمام به، على العناية به، على الرعاية إلى آخره. بحيث يعني البسملة يؤتى بها ولكن بشروط، يعني ليس كل فعل بشري يصدر من الإنسان يأتي عليه بالبسملة. ما بإيه؟ قالوا بحيث لا يكون محرما لذاته، يعني مش يجي يسرق وقبل ما يحط ايده في جيب الضحية يقول بسم الله يا رب وفقني. لا، ده واحد بيتهكم على الشرع، ده مجرم، ما ينفعش. يبقى ايه؟ يبقى آثم، لانه يعني تلاعب بالشريعة، لانه استحقر اسم الله سبحانه وتعالى واستقله، وهذا لا يجوز. يبقى جمع بين محرمين، السرقة وبين أنه قد وضع اسم الله على شيء لا ينبغي أن يكون عليه. وقالوا كذلك ويشترط أن لا يكون مكروها لذاته،
مكروه لذاته، مثل النظر إلى الفرج بلا حاجة، يعني النظر إلى الفرج بلا حاجة، فرج نفسك يعني، مكروه. فإذا نظرت إلى فرجك مثلا، ما تجيش تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبص، لا، يبقى أنت كده إيه، لا تطلب البسملة عند ذلك، ففعلك مكروه. ولا من سفاسف الأمور، لا، اتخض دي حاجة تانية، هو عشان اتخض مش عشان النظر. واحد اتخض فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني استجير بالله، استجير بالاسم الأعظم الذي يؤمن من استجار به. لكن ده احنا بنقول لا، كده هو قاعد في مكان او بيغتسل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من اجل ان ينظر الى، يعني ما ينظر اليه، ده ايه؟ ده مكروه. وكذلك لا تطلب البسملة عند سفاسف الأمور لأنها ليست ذي بال. ما بيقول لك كل أمر ذي بال، يعني حال ووضع يهتم به شرعا. سفاسف الأمور يعني زي ايه؟ زي مثلا الست كده بتكنس الشقة عندها، ما تجيش عشان تمسك المكنسة وتقول بسم الله أنا هكنس. طب ده الكنس ده أمر يعني من الأشياء الممتهنة، هيشيل الزبالة وهيرميها، ما يمسكش كده بسم الله. طب ده حمل الزبالة أمر يعني من المحقرات، أمر من سفاسف الأمور، لا ينبغي عليك أن تجعل اسم الله الأعظم على الأفعال الدنية الحقيرة مثل هذا. ينبغي عليك أن تنزه اسم الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الدنيات. فتحرم على المحرم لذاته، قلناها، بخلاف المحرم لعارض، بخلاف المحرم لغيره. يعني ايه محرم لغيره؟ هنا الفقه يبني العقلية والذهنية الفارقة، كما تعلمناه من شيخنا حفظه الله. في حاجة اسمها ايه؟ الذهنية والعقلية الفارقة، التي تنظر باعتبارات وجهات مختلفة، في بداية حقيقية وفي بداية إضافية. انظر إلى البداية الإضافية، ده فيها عقلية فارقة، لأنك جعلت هناك نسبتين، نسبة إلى ما بعدك ونسبة إلى ما قبلك. فلما نظرت إلى ما بعدك جعلت هناك اسما مستقلا، ولما نظرت إلى ما قبلك جعلت هناك اسما آخر. فهذه هي الذهنية الفارقة، ننظر إلى الشيء ونجد فيه أوصاف متعددة ومختلفة. الوضوء بالماء المغصوب، يعني الوضوء بالماء المغصوب، يعني أنا جيت لأخونا موسى وكان معه دلو ماء، أخذته منه عنوة، معتمد على قوتي وعضلاتي وفتواتي، وقلت أتوضأ به. الوضوء من حيث هو وضوء، بغض النظر عن استعمال هذا الماء فيه، ما حكمه؟ حكم أنه واجب على الفرض الواجب. طيب، واستعمال هذا الماء ده إيه؟ ده حرام، ولكن ليس لكونه وضوءا، ولكن لكونه قد استعمل ماء الغير وأتلفه بغير إذنه. يبقى من حيث هو وضوء واجب وصحيح. نعم، لا، ما هو الشيء ممكن يكون واجب وممكن يكون حرام من جهتين مختلفتين، باعتبار كونه وضوء واجب، وباعتبار أنه قد أتلف به ما لا الغير حراما، فهو واجب من جهة وحرام من جهة. مسألة تانية، صلى في الدار المغصوبة صلاة الظهر، اغتصب مكان ودخل وصلى فيه، الصلاة دي واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. طيب، وشغله لهذه البقعة بغير إذن صاحبها
حرام. فهذا الفعل البشري له جهتان، بالنظر إلى كونه صلاة ما نهانا الله عن الصلاة وإنما أوجب الصلاة علينا، وبالنظر إلى أنه قد حصل به إتلاف ما للغير في الوضوء وحصل به شغل البقعة بغير إذن صاحبها صار هذا الفعل حرام. فهذا الفعل من حيث هو صلاة له حكم، ومن حيث إنه قد حصل به الإتلاف وحصل به شغل البقعة له حكم آخر. ولذلك يقال عنه بأنه محرم لغيره لا لذاته، لأن الله ما حرم الصلاة من حيث هي صلاة، وما حرم الوضوء من حيث هو وضوء. والبيع عند أذان الجمعة حكمه إيه؟ حرام. لكن من حيث هو بيع بغض النظر عن الوقت الذي وقع فيه مباح، وقد يكون واجب إذا تعلقت به المهجة، ومن حيث إنه وقع في هذا الوقت حرام. طب ومن جهة أخرى إذا كان مستوفيا لأركانه وشروطه كان صحيحا. طب إذا أخل ببعض الشروط والأركان صار حراما، بس حرام من جهة إيه؟ من جهة أنه قد تلبس بعبادة فاسدة، أدي جهة. وحرام من حيث إنه وقع عند الأذان الذي يؤدي إلى تفويت الصلاة، وباطل ده وصف ثالث لا وصف تكليفي. يبقى هنا ينبغي عليك أن تسعى لتربية ملكاتك. أول شيء تربيه في ملكاتك الذهنية الفارقة، وانت بتقرأ الفقه كده افصل الملفات. بالطريقة الحديثة بنقول عنها ايه؟ افصل الملفات. يعني ايه افصل الملفات؟ يعني اجعل كل ملف يدرس بمفرده بحاله عن غيره. طيب، الوضوء بالماء المغصوب، لا ده الوضوء بالماء المغصوب محرم لغيره، فلا تحرم عليه البسملة، لأننا هسمي على الوضوء من حيث هو وضوء لا لكونه قد استعمل بماء مغصوب. وتكره على المحرم لذاته كالنظر إلى الفرج قلناها، بخلاف المحرم أو بخلاف المكروه لغيره كأكل البصل. أكل البصل مكروه لغيره، لأن البصل من حيث هو ليس ممنوع من أكله، وإنما منع من أكله من أجل أنه يغير الفم، فإذا ذهب إلى الصلاة أدى ذلك إلى إذاء الملائكة وإذاء الناس. لكن هب أنه أكل البصل وأخذ شيئا يضيع الرائحة، إيه الحكم؟ أروح المسجد مفيش مشكلة. يبقى وأنا بأكل البصل، بأكل صحن الفول أو طبق الفول ومعه البصل، أسمي وأنا بأكل البصل بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. وأكل الفول مع البصل ده حاجة يعني من التراث المصري، لكن أرى أنكم غير قادرين عليه، لأنه ما عايز ملكات أخرى يعني، لأن ده حاجة محتاجة إلى معدة، ومعدة مهيئة ومربة بطريقة معينة تتحمل الآفات وتتحمل الصعاب. وانتم بسم الله ما شاء الله، يعني الواحد منكم لو كل حتة فولة صغننة ممكن بالليل يروح المستشفى يتعالج. طيب، ويشترط فيه يعني في هذا الأمر الذي يسمى عليه ألا يكون ذكرا محضا، ألا يكون ذكر محض. يعني مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا هقول أورادي كمع الصوفية القادرية أو الشاذلية، سيبدأ في أوراده، هل يسمي؟ لا، ده ذكر محض أهو، لا يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله وهكذا. أمال إيه هو اللي من ذكر محض؟ اللي من ذكر محض القرآن،
لأن القرآن ليس ذكرا محضا. لماذا؟ لأن في ذكر للقصص وذكر لأحوال الأمم وذكر للأحكام، فليس ذكرا محضا. فلما وجدنا في بداية كل ورد ويسمي، ما احنا قلنا مش ذكر محض، لو كان ذكر محض ما كانش سمى، واخد بالك؟ وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملة، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلة. يعني دي البسملة ديت أصلا لها باب في الشاطبية على أحكامه، وأنها يستحب الإتيان بفين عند قراءة القرآن إلا في سورة براءة، لا يستحب لك أن تبدأ بها ولا أن تذكرها في أوسطها لأنها نزلت بالسيف. وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا. طيب، يبقى الذكر محض لا يبسمل عليه. ليه؟ مين يقول لي ليه؟ أصل أنت لو قلت أن الذكر المحض يبسمل عليه، ما هي البسملة نفسها ذكر، يبقى هتطلب بسملة للبسملة ويتسلسل الأمر، يبقى مش هنخلص. هقول بسم الله، البسملة ديت دي ذكر، فأنا عايز أجيب لها بسملة تانية، والبسملة التانية أجيب لها، يبقى هتفضل تبسمل ولن تقول لا إله إلا الله. فقالوا عنها إيه؟ قالوا عنها لأن الإتيان بها عند الذكر المحض يؤدي إلى الإتيان بالبسملة وأمثالها وأمثالها، فلا يتأتى لك أن تأتي بوردك. قال ويشترط كذلك للأمر ذي بال ألا، افتح لنا بقى البتاعة دي، ألا يجعل الشارع له مبدأ غير البسملة كالصلاة. ما أقولش مثلا أنا هقوم أصلي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة مبدأ غير البسملة، جعل بدايتها الصلاة التكبير. ولذلك في الحديث قال لك يبقى، قال لك تحريمها التكبير وتحليلها السلام. تحريمها يعني إيه؟ يعني ما يحرم بها، يعني التكبير يجعل المصلي يحرم عليه ما كان حلالا عليه من أفعال قبل ذلك، فجعل الشرع للصلاة مبدأ وهو التكبير، فلا يسن الإتيان بالبسملة عليها. طيب، بعد كده قال لي بسم الله. طيب، هنا بقى في كلام طويل في الباء، واحنا مش لن ندخل في هذا المجال، سنختصر ونختزل. ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، خلي بالك في فكرة بس لطيفة كده سريعة كده، كل حرف من الحروف التي هي لي المعاني، عندنا الحروف نوعين، في حرف معنى وفي حرف مبنى. حرف معنى اللي هي الحروف اللي هي لها معان موضوعة في لغة العرب، وكل حرف من هذه الحروف له فعل يتعلق ويرتبط به. وحروف المبنى اللي هي الحروف التي تكون الكلمات العربية، ومن الكلمات العربية تتكون الجمل. كل حرف من حروف المعنى له ما يتعلق به. ليه؟ لأن الحرف ده وظيفته إيه يا مشايخ الإسلام؟ وظيفة الحرف أنه ينقل المعنى من الفعل للاسم بعده، هذه هي وظيفة الحرف، بيعمل إيه؟ وسيلة مواصلات، ينقل معنى الفعل، لأن الفعل لا يستطيع أن يصل إلى الاسم بنفسه، فينقل هذا الحرف هذا المعنى من داخل الفعل ويلقيه على الاسم، اخبرك؟ يبقى ده ايه؟ دي وظيفة الحرف. طب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء ديت
ما هو الفعل الذي تعلقت به؟ احنا مش شايفين فعل. قالوا الفعل مقدر، والفعل ده ممكن ما يكونش فعل، ممكن يكون ما يقوم مقام الفعل. فالذي يتعلق به حرف الجر إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون ما يقوم مقام الفعل ويعمل عمل الفعل. مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، صفة المشبهة، وهكذا العوامل المعلومة. طيب، يبقى إما أن يكون هذا الحرف قد ارتبط وتعلق بفعل، وإما أن يكون قد تعلق بما يقوم مقام الفعل. طيب، لو كان تعلق بفعل، الفعل ده ما معناه؟ هل يكون معناه عام ولا معناه خاص؟ طب والفعل ده هل هو يعني متعلق قبل البسملة ولا بعد البسملة؟ حاشد اللي بقوله لك ثمانية احتمالات، مش عايزين نخش بس، بديك فكرة عامة. طيب الملخص ايه؟ الملخص هنقول وهو المختار ان المتعلق اللي هو ارتبط به وكان الحرف سببا في نقل معناه الى ما بعده، هذا المتعلق سنقدره فعلا رقم واحد، ونقدره خاصا رقم اثنين. يبقى هنقدره حاجة فعل، هنقدره خاص، هنقدره متأخر، يبقى ثلاثة. طب ايه يعني ما فهمنا؟ هفهمنا. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، ها، أؤلف. التلاتة هم كلمة أؤلف دي فيها التلاتة، كلمة أؤلف فيها يا مولانا فيها التلاتة. أؤلف أخص من أبتدئ، وأخص من أذكر. ده إيه ده؟ إحنا بنتكلم على خصوص الكتاب. الكتاب ده إيه؟ ده الكتاب ده تأليف، يبقى خاصه. لكن أبتدئ، أبتدئ ده أعم، ممكن الابتداء يكون بالأكل بالشرب بالكتابة، ده الابتداء ده أمر يشمل التأليف وزيادة. لكننا سنكون سنجعل هذا الذي تعلق به، تعلقت به الباء أولا، متأخر، يعني متأخر عن جملة البسملة. رقم اثنين سنجعله خاصا ونقول أؤلف. رقم ثلاثة، مش احنا قلنا هنجعله فعل وهنجعله متأخر وهنجعله خاص؟ يبقى هنجعله فعل، هنجعله خاص، هنجعله متأخر، وهذا أولى. ليه؟ قالوا لأن البسملة ستكون بركتها حالة على نفسها وما بعدها، فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، البركة، بركة البسملة ستعم التأليف وما بعد التأليف، بخلاف ما إذا جعلت هذا المتعلق مقدما. بسم أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى البسملة ستعود بركتها على ما بعدها، ده لو جعلته متقدما يبقى لن ينال من بركة البداية شيء. ده كلام قاله الشيخ البجولي. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، يبقى البركة ستعود على البسملة وما ذكر بعدها وما تعلق بعدها. خلصنا كده. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. ايش هو التأليف؟ لسه واخدينه امبارح للي حضر معانا غايه المأمون. التأليف معناه ضم الاشياء مؤتلفة. يعني ايه مؤتلفة؟ يعني متناسبة، يعني بين اجزائها ألفة وليس بين اجزائها عناد. سواء كانت هذه الاجزاء مرتبة او غير مرتبة،
وقيل التأليف هو التركيب. يبقى التأليف عبارة عن إيه؟ أو التأليف بصورة بسيطة هو التصنيف، جعل شيء أصناف ونخلص. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ أؤلف. طيب يا مشاهد أنتم بسم الله ما شاء الله، لا خلاص كده ده بقى علماء يا مولانا. بسم الله. طيب عندنا الباء وخلاص، وقلنا انها لها متعلق، ده احنا كده اختصرنا. والله اللي يرجع لغاية المأمول هيلاقينا اخذنا زيادة عن 15 حلقة في البسملة، وكل حلقة ساعتين او ساعتين، ويبقى 30 حلقة، 30 ساعة تقريبا ده دلوقتي، لكن من حوالي 10-15 سنة كان البحث أوسع، لأن كان همم الطلبة يعني واسعة وقابلة، لكن دلوقتي بنختصر يعني، ده بقى بعد اختصار، لأن البسملة ليها ما لها، ده بيقول لك لها الأعاجيب، البسملة دي لها الأعاجيب. طيب بسم، بسم الاسم هو ايه؟ قالوا الاسم ده اما ان يكون مشتق من الوسم، يبقى مشتق من ايه؟ وسماء، او من سماء وسماء، الوسم اللي هو ايه؟ اللي هو العلامة، تعرفهم بايه؟ بسماهم، يعني بعلاماتهم. يبقى الاسم مأخوذ في الأصل من العلامة، لأن الاسم عبارة عن إيه؟ علامة على صاحبه، سيد علامة عليا، أول ما تقول سيد على طول ذهنك بينصرف إلى هذه يعني الجثة التي تمثل أمامك، سيد. أو هو مشتق من إيه يا مولانا؟ من سماوى. سماوى يعني إيه؟ يعني ارتفع وارتقى وعلى، لأن الاسم يعلو بمسمى ويرتقي به في درجة المعرفة. يبقى اسم سماء و أو وسماء. طيب مين اللي قال من وسماء؟ اللي قال من وسماء الكوفيين، واللي قال من سماوى البصريين. فعند الكوفيين قالوا ده محذوف الصدر اللي هو الواو، وسامة الواو دي الصدر، صدر الكلام وصدر الكلمة أولها، يبقى محذوف محذوف صدرها. وعند الكوفيين البصريين قالوا بأن الكلمة محذوف عجزها، العجز محذوف، ايه هو العجز؟ اللي هو اخر الكلمه. طب ايهما؟ العلماء بعد ذلك تختلفوا ايهما اولى، هل طريقه البصريين ام طريقه الكوفيين؟ قالوا طريقه البصريين يعني اوفق بالقواعد اللغويه، لان المناسب للحذف دائما ان يكون الاواخر، الاعجاز وليست الصدور. يبقى وسامة أو منين؟ أو من سامة و. يبقى باسم، بسم الله، خلصنا كده من الباء وانتهينا بعد ذلك من الإيه؟ من الاسم. في تصريف الاسم في كلام طويل نعديه، نعديه ونستغفر الله. الله الاسم الأعظم، ولكن الإمام النووي قال الاسم الأعظم هو الحي القيوم. الله الاسم الأعظم، ولكن بشرط أن تقوله وليس في قلبك سواه، الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. والإمام النووي قال بأنه الحي القيوم. طيب الله علم على الذات،
الواجب الوجود سبحانه وتعالى بارك الله فيه، أي على الفرد الخالق للعالم بقطع النظر عن الصفات. يبقى هو علم على الفرد الخالق للعالم بقطع النظر عن الصفات، بقطع النظر عن صفة الخالقية وصفة العالمية إلى آخر. يبقى هو علم على الذات. طب عندما نقول الواجب الوجود، هذا تعيين للمسمى الذات. أي ذات؟ الذات هي التي توصف بالوجود الواجب. طيب وإحنا قلنا كده ليه؟ قلنا لأنه لو كان الواجب الوجود من المسمى لكان الاسم يشتمل على الذات والصفات، والاسم دائما يشتمل على الذات فقط. وفي مشاكل أخرى. ومعنى قولهم واجب الوجود، يعني إيه بقى واجب الوجود؟ يعني الذي وجوده موصوف بالوجوب. إيه هو الوجوب؟ أحكام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. دي اسمها إيه؟ الأحكام العقلية الثلاثة. الواجب إيه هو الواجب؟ قالوا الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، ما يقبلش العدم. طب والمستحيل؟ هو الذي لا يقبل الوجود. طب والجائز؟ يعني ما يقبل هذا ويقبل هذا، يقبل الوجود والعدم، يجوز عليه الوجود وعدم الوجود اللي هو العدم. طب يبقى معنى قولنا والواجب الوجود، يعني صاحب الوجود الموصوف بالوجوب، يعني الذي لا يقبل وجوده الانتفاء لذاته. يعني أن وجوده لا يسبق بعدم، يعني لا يجوز عليه العدم ولا يلحق بعدم، فوجوده قائم بذاته سبحانه وتعالى. خرج بذلك اللي هو إيه؟ اللي هو الواجب الوجود. واجب العدم كشريك الباري. شريك الباري ده إيه؟ اللي هو إله آخر. ده مستحيل. مستحيل يعني إيه؟ يعني لا يقبل العقل ولا يصدق بوجوده أصلا، فهو واجب العدم. وجائز الوجود والعدم اللي هو إحنا، من حيث نحن نقبل الوجود وعدم الوجود. ذواتنا وأوضاعنا وماهياتنا قابلة للوجود وللعدم لذاتها. لكن هذه الذوات قد تكون واجبة لكن لا لذاتها، ولكن لتعلق علم الله تبارك وتعالى بأنها ستوجد على الصفة الفلانية. فإذا تعلق علم الله تبارك وتعالى بشيء وأنه سيوجد على الهيئة الفلانية، كان وجوده واجبا لكن لغيره. لغير يعني لأن علم الله تعلق به، وما تعلق به علم الله حتما لا بد وأن يقع. الرحمن الرحيم. الرحمن أبلغ من الرحيم، والأبلغية هنا باعتبار المتعلقات لا باعتبار الذات، لأن صفات الله تبارك وتعالى إذا نظرنا إلى الزيادة لا زيادة فيها باعتبار ذواتها، لأنها تقول واحدة زيادة وواحدة نقصة، يبقى أنت كده وقعت في خلل وابتعدت عن التنزيه، وكل من ابتعد عن التنزيه هيبقى وهابي. الوهابية بعاد عن التنزيه من الزاوية التانية، ده متخلفين عقليا. طيب يبقى التفضيل باعتبار ايه يا مشايخ الاسلام؟
التفضيل باعتبار المتعلقات، يعني متعلقات اسم الرحمن أكثر من متعلقات اسم الرحيم. وأما أصل الصفة هنا وأصل الصفة هنا لا مزية لأحدهما على الآخر، وقالوا بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، يعني عندي قطع وقطع، قطع يعني تقطيع خفيف، قطع يعني أنه أصرف في تقطيعها وجعلها أقساما وأجزاء، أو قطعها كده وهو بغل، يبقى اسمه إيه؟ قطع، يعني قطع تقطيعا كثيرا، وقطع تقطيعا خفيفا. يبقى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. غالبا ليه؟ لأن هناك أفراد تخالف القاعدة. والرحمن معناه المنعم بعظائم النعم، يعني الذي يعطي النعم الجسام. يبقى الرحمن هو الذي يعطي النعم الجسام كالإسلام والصحة والمال الكثير، والرحيم هو الذي يعطي دقائق النعم. دقائقها يعني إيه؟ يعني النعم البسيطة. طيب، وهو جمع بين الرحمن والرحيم لماذا؟ حتى ينبه على أنه لا بد من أن تطلب الصغير والكبير من الله. ده بيعلمك، ده بيربيك، ده بسم الله الرحمن الرحيم، دي درس من دروس التصوف، درس والله من دروس السلوك، ده فيها من الافتقار والاعتماد على الله والتربية والسلوك ما يربى عليه المريدون. ده بيقول لك هو جمع الرحمن والرحيم ليه؟ قالوا حتى يربيك ويعلمك ويهيئك ويؤهلك على أن تطلب كل شيء من الله، فلا تطلب شيئا من أحد سواه. ده تربية. وتقول لي مش عايزين نتكلم في البسملة، ده بيبقاش علم، ما يبقاش إيه يا مولانا؟ ما يبقاش علم. والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان. يعني إيه مشبهتان؟ يعني مشبهة باسم الفاعل، ما بيسموها صفة مشبهة ليه؟ لأنها مشبهة باسم الفاعل ومعدولة عنه. لكن الصفة المشبهة تختلف عن اسم الفاعل في أنها لازمة، وأما اسم الفاعل فيأتي ويذهب، أما الصفة المشبهة دي لازمة. حذر، تقول فلان حذر، يعني يعني صار الحذر لازما لذاته، متصفا به غير منفك عنه. طب وحاذر، يعني حاذر في بعض الأوقات وقد لا يكون حاذر في بعض الآخر، لكن حذر لا، ده صار الحذر له سجية ملازم له، يبقى دي صفة مشبهة. والتاني ده اسم الفعل لأنه يزول. مالك ومالك قراءتان سبعيتان في الفاتحة. مالك على أنها اسم فاعل، وملك على أنها صفة مشبهة باسم الفاعل. طب ومن الصفة المشبهة اشترطوا فيها أن تكون مشتقة من الفعل اللازم، قالوا كده، قالوا لازم تبقى مصاغة. يعني ايه مصاغة؟ يعني مصنوعة بالكلمة البسيطة كده، معمولة زي المانجا دي كده، المانجا المضروبة دي معمولة منين؟ معمولة من العصير المانجا، ده معمول من حبة المانجا المعروفة، يبقى دي القماشة بتاعتها. يبقى اللفظ ده ها عبارة عن ايه؟ عبارة عن انه هو مأخوذ من فعل لازم، لأن الصفة المشبهة إنما تصاغ وتؤخذ من فعل لازم. يعني إيه لازم؟
ما اللغة العربية مهمة. اللي عايز تبقى مجتهد وعالم ومن غير اللغة العربية بعيد، ما اعرفش، ما اظنش. ولو كنت هتبقى نص كم يا موسى، لازم تبقى في اللغة العربية جيد. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ الفعل اما ان يكون لازما واما ان يكون متعديا. واللازم يسمونه قاصر. قاصر يعني تحت ال 18 سنة، يعني عندنا القاصر تحت ال 18. يقول لك القاصر هو الذي لا يتعدى إلى المفعول لا بنفسه ولا بحرف جر. ده القاصر واللازم. طيب والمتعدي هو الذي يتعدى إلى المفعول، إما أن يتعدى بنفسه وإما أن يتعدى بحرف جر. طب وعندنا هنا الصفة المشبهة لا بد وأن تكون مأخوذة من فعل لازم، يعني لا يتعدى إلى المفعول. فكرة إن هو ينتقل إلى المفعول مش موجودة. طيب يبقى هو بقى الفعل بقى الرحمن الرحيم مصاغ من إيه؟ قالوا عندنا اتجاهين في الصياغة لسه، بس هي المقدمة، وبعد كده إن شاء الله الأبواب الآتية ستكون سهلة بإذن الله. المقدمة هي مقدمة لمخاض وولادة عسيرة لهذا الكتاب، فتحملوا. بارك الله فيكم. والعلم يحتاج إلى مزيد من العناء والمشقة. طيب يبقى عندنا اتجاهين، بعضهم بيقول هي مأخوذة من رحيما، وبعضهم بيقول هي مأخوذة من هي رحمة والتانية إلى فعلا رحما، يبقى إما من رحمة وإما من رحما. ضبطناها كده، يبقى من رحيما أو راحوما. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق مسألة صناعية. رحمة هيبقى بعد قطعها عن التعدي، يعني هو اشتقها من رحمة، ولكن عمل إيه في رحمة؟ جاء إلى رحمة وقطعها عن التعدي إلى المفعول بأن جعلها قاصرة، وأقامها مقام الفعل اللازم القاصر. وإما أنه قال إن الرحمن الرحيم مشتق من رحمة، ورحمة دي إيه؟ ده قاصر. رحمة ده فعل لازم وليس متعديا. يبقى اتجاهين، إما أنه اشتقها من رحمة، بس رحمة ده في الأصل متعدي، رحم الله عباده، رحمك الله، لكن قال لا، أنا هقول إن إحنا اشتقناها من رحمة، ولكن بعد أن قطعنا رحمة عن تعديها وانتقالها إلى المفعول. يعني عملت إيه؟ مسألة بسيطة، عارفين المقص؟ مسك كده رحمة وهو فعل وكان معاه مفعول الناحية التانية، راح قطعه عن المفعول، شال المفعول حطه على جنب، وراح جه وخد الرحمن الرحيم منين؟ من رحمة بعد أن قطعها عن مفعولها وجعلها لا تنتقل إلى مفعول. ده اتجاه. واتجاه تاني قال لا، ده هي مشتقة أصالة من رحما فعلا اللي هو اللازم. الله، ايه ده؟ هي دي الرحمن الرحيم فيها كل الشغل ده؟ والله فيها اكثر من هذا، بس خلينا عند كده، مش هنخش بقى في معناها عند اللغه وحصل ايه وتم ايه وبس، كفايه قفا نبكي. ما احنا كده هتضيع منا المساله، ده مش هيبقى متن ابي شجاع، ده هيبقى كده متن ابي شجاعات. بسم الله.
الحمد لله وثنى به الحمدلة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه به الحمد لله فهو أبطأ. أولا خد بقى الفوائد دي عندك اقرأ كده بقال إيه بسم الله الرحمن الرحيم بعدها اللي هي إسحاق الحمد لله رب العالمين. هنا بقى بص العلماء قالوا ده ما قالش والحمد لله يعني لم يعطفها. هو ليه ما عطفهاش؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ده انتوا بتفكروا فيما لم يأتي به، ده انتوا بتفكروا في كل شيء فيما بين السطور، ده انتوا بتفكروا في لماذا لم يجعل وفي ماذا جعل. ايه ده؟ ايه العقلية الواسعة دي؟ هو العلم الشرعي يعني هو ينبغي عليك وأنت في طريقك في طلب العلم أن تطلب أولا قبل تحصيل المعلومات توسيع الإدراكات. مش أهم حاجة أن نحفظ وناخد الإجازة ونطلع نجري. ماذا صنعت الإجازات؟ عملت فيكم إيه بقى الإجازات؟ سامحوني وأنا منكم بمنزلة الوالد من الولد، طلعنا وخدنا المسلسل بعاشوراء وخدنا المسلسل بعرفة وخدنا المسلسل بالدين والدنيا، ما فيش مسلسل بعد. بعدها عملنا ايه؟ ده اسناد وجميل، ولكن لا تجعله كل امرك، بحيث انك اذا دعيت الى درس فقه او درس اصول او لغة او تفسير او علوم القرآن ودعيت الى حلقة تأخذ فيها اجازة لا تقدم حلقة الاجازة على حلقة العلم الشرعي. ده من يعني هذا شيء غريب عجيب. طب انت بعد ما خدت المسلسلات وفضلت تدور على قراءة الكتاب الفلاني والكتاب العلاني وخرجت ومعك الإجازات، ما الذي استفدته بعد أن حصلت هذه الإجازات؟ هل نام عقلك؟ هل يعني تمت إدراكاتك؟ هل اتسع ذهنك؟ هل عرفت قاعدة من القواعد تستطيع أن تطبقها؟ هل بحثت في أغوار كلام أهل العلم؟ لم تصنع شيء. فعليك حينئذ أن تراجع نيتك في طلب العلم. ولماذا تطلب العلم؟ في أول الطريق. فهنا بيقول لك إيه؟ ده ما قالش والحمد لله. ليه؟ لماذا لم يقل وقال الحمد لله؟ قالوا أصل هو لو قال والحمد لله هيبقى جملة المعطوف والمعطوف عليه واحد، ويكون البركة حاصلة بمجموع الجملتين يعني بشيء واحد. لكن لما قال بسم الله الرحمن الرحيم حصلت البركة بها، ولما قال الحمد لله حصلت البركة بها حصولا استقلاليا. قالوا للإشارة إلى أن كل جملة مستقلة بتحصيل البركة بها. ليه؟ لأنه لو قال والحمد لله هنقول ده البركة حصلت بالمعطوف والمعطوف عليه معا، يبقى ما حصلت به البركة شيء واحد. لكن لم يعطف هذا على ذاك وجعل هذه جملة وهذه جملة، قال بأن هذه تحصل البركة بنفسها وهذه تحصل البركة بنفسها، تحصل البركة بنفسها، لأن كل أمر ذي بال لو ابدأ فيه ببسم الله فهو أبطأ، يبقى مطلوب لتحصيل البركة. كل أمر ذي بال لو ابدأ فيه بالحمد لله فهو أبطأ، ده تحصيل البركة. يبقى لم يعطف أشار إلى أن كل جملة مستقلة في تحصيل البركة بنفسها. هذه أول حاجة. صلوا على النبي. فاهمين ولا كفاية؟ ده احنا لسه بادئين، ده احنا قدامنا لغاية مطلع الفجر. ثانيا دلوقتي عندنا الحمد وعندنا لله. قال هنا
ألم هنا الإيه؟ هل للجنس ولا للاستغراق ولا للعهد ولله؟ هل ألم هنا للملك أم للاختصاص أم للاستحقاق؟ ثلاثة في ثلاثة يدينا كام؟ ثلاثة في ثلاثة بكام؟ ستة؟ لا يلا نروح. لا لا لا، ثلاثة بثلاثة دلوقتي بقى بستة. طبعا بالنسبة لغلاء الأسعار وانخفاض الأسعار بقت ثلاثة بثلاثة بستة. ده واحد يعني واحد. ده دلوقتي ممكن تقول ثلاثة بثلاثة بقت باثناشر في هذا الجو الصعب يعني. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى تسع احتمالات. العلماء تكلموا عن هذه التسع وفاضلوا بينها. ملخص الكلام إيه؟ لأن ده عايز حلقة لوحديها. ليه حلقة لوحديها؟ لأن لازم أنا أقول لك يعني إيه التي للجنس بتدخل على الحقيقة، ويعني إيه ليه الاستغراق يعني شيلها وحط مكانها كل، ويعني إيه للعهد وإيه أنواع المعهود الذهني والذكري، وبعد كده لام الملك والاختصاص والاستحقاق، ودي حلقة لوحدها. لكن العلماء قالوا أفضل شيء أن تجعل ال في قوله الحمد تجعلها للجنس، ولله تجعل اللام للاختصاص. يبقى معناها ايه يا مولانا؟ معناها كده، اكتب في دماغك، جنس الحمد مختص بالله لا لأحد سواه. يبقى دي معناها. معنى ايه الحمد لله؟ معناها مولانا الحمد لله، معناها جنس الحمد مختص بالله. جنس الحمد اللي هو ايه؟ اللي هو الثناء بالجميل كما سيأتي الكلام عليه. ده لسه جرت عادتنا بهذا، لسه هنتكلم عليه معناه. لكن المعنى الحمد لله يعني جنس الحمد، يعني حقيقة الحمد من حيث هو، خاصة وقاصرة على المولى لا لأحد غيره. ولكن من الجمال أن اختصاص الجنس يؤدي إلى عدم ثبوت فرد من أفراد هذا الجنس لغير الله سبحانه وتعالى، إذ لو ثبت فرد لغير الله لما ثبت أن الجنس حاصل له. يعني لو افترضنا كده أن فرد من أفراد الحمد ذهب إلى غير الله، يبقى هل معنى هذا أن الحمد هيبقى مختص بالله؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الفرد ده وجد فيه الجنس، فثبت أن جنس الحمد الذي وجد في هذا الفرد قد حصل لغير الله. والعبارة هنا تنفيه، لأنها بتقول جنس الحمد خاص بالله، ويلزم من هذا أن كل فرد من أفراد الحمد خاصة بالله سبحانه وتعالى غير ثابتة لأحد سواه. ده معنى الكلام، وما تفكرش أكتر من كده لأن دماغك هتورم. ولذلك في كلام بقى لطيف بيقولوا عنه، مش هنذكره لأنه يعني ده أنا حاسس إن ده الجنس ومش عارف إيه، كلام صعب شوي. يبقى قال لي يا مولانا، قال في الحمد للجنس واللام للإيه يا مولانا؟ للاختصاص. يبقى معناها إيه؟ معناها أن جنس الحمد خاص بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان جنس الحمد خاص بالله، يبقى لا يثبت فرد من أفراد هذا الحمد لغير المولى سبحانه وتعالى.
يبقى ده معنى الكلمة. الحمد لله معناها إيه؟ معناها أن جنس الحمد خاص بالله لا يثبت لأحد سواه. حطها في ذهنك كده. وبعد ذلك يبقى أقعد اقرأ فيما قلناه. طيب ثالث حاجة بيقولوا إن جملة الحمد بعضهم قال هي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، وبعضهم قال لا هي خبرية لفظا ومعنى. يعني إيه خبرية ويعني إيه إنشائية؟ إيش هو الخبر؟ الخبر قول يقال لقائله صادق أو كاذب. ولذلك صاحب السلم بيقول إيه؟ بيقول ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. يبقى ما احتمل الصدق والكذب لذاته هي ده الخبر. طب والإنشاء؟ قالوا الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. يعني الخبر له واقع، فإذا كان القائل هذه المقولة كلامه مطابق للواقع يقال له صادق، وإذا كان كلامه مخالف للواقع يقال عليه كاذب. يبقى هو دوت الصدق والكذب. يعني مثلا محمد قائم، محمد ده موضوع، قائم ده محمود، النسبة بينهم إيه؟ ثبوت القيام لمحمد. عندما أخبر بهذه الكلمة ده لها واقع، فإن كانت هذه النسبة موافقة للواقع وللخارج كان هذا الكلام صدقا، خبر صادق. وإذا قلت محمد قائم وهو لم يكن قائم بل كان نائما بل كان مضطجعا، يبقى ده خبر إيه؟ كاذب. ليه؟ لأن هذا الكلام خالف الواقع، بس ده خبر لأنه احتمل الصدق والكذب لذاته. طب والإنشاء؟ الإنشاء ملوش واقع حتى يقال هو صادق أو كاذب. يعني هقول لك أنا حاجة، أنا الآن جالس وأريد ماء، فقام في نفسي طلب السقيا، فقلت لأخونا خير اسقني. هل السقيا طلب السقيا كان موجودا قبل إرادتي؟ لا، بخلاف محمد قائم، هذه النسبة كان لها واقع قبل ذلك، إما أن يكون مخالفا للنسبة وإما أن يكون موافقا للنسبة. وأما الإنشاء ما فيش واقع، ده مدلوله وجد مع لفظه، بيقولوا كده مدلوله وجد مع لفظه. يعني إيه مدلوله وجد مع لفظه؟ مدلوله يعني طلب السقيا، وجد طلب السقيا مع لفظ اسقني، ولم يكن هذا المدلول موجودا قبل هذا اللفظ، بخلاف قام زيد أو محمد قائم، ده لي واقع قبل كده قبل أن تتلفظ. تلفظت ما تلفظتش هو إما أن يكون موجود أو معدوم. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه انشاء. اللي هو ايه؟ اللي هو كل ما لم يكن مدلوله موجودا الا به سمي انشاء. اسقني هذا اللفظ صاحبه طلب السقيا، وطلب السقيا لم يكن موجودا قبل اللفظ، يبقى ده اسمه ايه؟ انشاء. طب جملة الحمد انشائية ولا خبرية؟ هي في اللفظ كده خبرية، ده بيقول الحمد لله، لأنها ليست على صورة الإنشاء، صورة الإنشاء اللي هو الأمر اللي هو النهي وهكذا، أو ما قام مقامه، ولكن ده خبر. ما هو في حاجات تأتي في صورة الخبر ولكن معناها الإنشاء. ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، صورتها صورة الخبر صح، ولكن ليس المراد بها الخبر وإنما المراد بها الإنشاء. يعني
أمنوا كل من دخل الحرم. ليه قلنا كده؟ لأنه لو لم نقل هكذا للزم من ذلك الخلف في كلام الله، والخلف في كلام الله محال، إذ أنه قد وجد في بعض الأزمان من دخل الكعبة ولم يكن آمن. في أيام ابن الزبير كان الحجاج ابن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق. يعني منجنيق؟ يعني كان بيضربها بالمولوتوف زي مولوتوف الإخوان، وكان بيضربها بالدبابات، بس الدبابات اللي على عصره يعني وعهده. هو ده إذا تم هو ما لم يؤمن من دخله. قالوا بس ده من صيغة خبرية، ده معناها إنشاء من جوه، يعني خطاب لجماعات المسلمين على ممر العصور والعهود بأن تؤمن كل من دخل حرم الله، يعني لا تتعرضوا له لا في مال ولا في عرض ولا في كذا ولا في كذا. فده بيسموه إيه؟ زي جملة رحمه الله. رحمه الله دي جملة خبرية لفظة إنشائية من جواه، يعني اللهم ارحمه، رضي الله عنه وأرضاه. ده جملة لفظية لكنها خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى، إذ المراد بها الدعاء اللهم ارض عنه، سقى الله ترابه بالرحمة والرضوان، يعني اللهم اسق ترابه بالرحمة والرضوان، تغمده الله برحمته. هو أنت مع عرفت رحمة ربنا تغمدته عشان تخبر عنها؟ لا، ما أنا مش أردت، لم أرد بها يعني الإنشاء الخبرية، إنما أردت بها الإنشاء، أردت بها الدعاء، اللهم تغمده برحمتك. طيب جملة الحمد خبرية أم إنشائية؟ يعني هل هي موضوعة للإخبار عن الإطراءات والثناءات على الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هي موضوعة لكي تحكي واقعا، أم أنها موضوعة لإنشاء ثناءات وإطراءات حالية آنية؟ نقولها تاني، فهمها يا أمونا؟ ده واضح. سواء امسك يا بس، خلي بالك القلم ده جديد. الحمد لله. طيب هل هي لحكاية حمد سابق أم لإنشاء حمد حالي؟ هي كده. بعض العلماء يقول لك لا، دي هي لإنشاء حمد آني، يعني إنشاء حمد الآن، ما كانش فيه موجود حمد قبل كده، أنا بعمله ده، أنا لسه هو بحمد أهو، ده أنا لسه بنشئ، أنا لسه ببني. إنشاء يعني إيه؟ يعني ببني. لم يكن هناك حمد حتى أخبر عنه، وإنما الحمد الآن أنشئه وأبنيه، يبقى اسمه إيه؟ إنشاء. فبعضهم قال هي لإنشاء الحمد، هي لتأسيس الحمد، هي لبداية الحمد، أنا لسه بعمل حمد أهو. وبعضهم قال لا، جملة الحمد دي خبرية، لأن قولك الحمد لله حمد، وهذا الحمد كأن اللفظ أخبر عنه، يعني كأن هذه الجملة الحمد لله حصلت الحمد وأخبرت عن هذا الحمد الذي حصل، وأخبرت عن هذا الحمد الذي حصل، يعني هي بذاتها حصلت الحمد وأخبرت عن الحمد. إزاي؟ هتفهمها إن شاء الله. طيب أركان الحمد بقى يا مشايخ الإسلام والإيمان، إيه كل ده الحمد؟ كان سيدنا الشيخ علي جمعة يحكي لنا أن المجاورين بالجامع الأزهر كانوا يجلسون 10 سنوات يقرؤون في ربع العبادات من مغني المحتاج، 10 سنوات بيقرأوا في ربع العبادات. احنا حسبناهم كم يا شيخ خيري؟
من 10 سنين كده ولا 12 سنه 10 يعني. خلي بالك هما كانوا بياخدوا كام يوم يا مشايخ الاسلام؟ كانوا بياخدوا شهرين اجازه في السنه المجاورين جنب جامع الازهر، عشان تعرفوا قيمه المجاورين وتعرفوا قيمه الازهر القديم. هو في ازهر قديم وحديث؟ طيب يعني بس ايه، افهمني بس عشان انا مش لازم كل حاجه يعني اشرحها كده شرح مطول كل لبيب بالاشاره يفهمه. الازهر القديم ده انا بعبر به عن المنهج، الازهر الذي كان يرسي المنهج، والجديد بعبر به عن الازهر الذي يعطي الشهادات والاجازات التي لا تدل الا على شهادات الزور لحامليها وانشرها. طيب نرجع بقى للكلام بتاعنا، عشان احنا كده اتكلمنا كلام في الغميق. احنا كنا بنقول ايه؟ 10 سنوات كانوا بياخدوا شهرين اجازه في السنه، كانوا بياخدوا من يوم 15 شعبان ليوم 15 شوال، يعني كان بيدرس 10 شهور في كام يوم يا مولانا؟ في 30. 30 يعني ب 300، 300 اضربهم 300 يوم في 10 سنين يبقى بكام يا مولانا؟ ب 3000، صح كده؟ 3000. اضعف الايمان كل يوم كان بيقرا في الفقه ساعتين، لا ساعتين قليلين، ده احنا على ما يقعد يقول بسم الله هياخد له وقت، بيقرا 3 ساعات، يبقى 3 × 3000 بكام؟ ب 9000. 9000 ساعة في كتاب جزء كده كام؟ 500 ورقة. طيب ال 9000 قول 10000 تقريبا على 500 يا مولانا، هيدينا كام؟ هيدينا ساعتين في كل ورقة. كل ورقة بتوحد ربها بتتقرف ساعتين. ايه ده؟ واحنا جايين عايزين نبقى علماء ومجتهدين واحنا مروحين؟ لا لا، انتوا احنا بنلعب، انت بتيأسنا ليه؟ انا بضعك امام الحقيقه. طب احنا مش جايين النوبه اللي جايه، والله براحتك، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس انا يعني فينقص ويبقى في الارض. يا مولانا العلم عايز جهد، عايز تعب، عايز صبر، عايز محاولة. مش كونك ان انت ما فهمتش مرة تيأس، اوعى تيأس، يأسك اول الفشل، اياك وان تيأس. عارفين يا اولاد انا واحد من الناس اهو، لو كنت يأست والله ما كنت وصلت اليها، لان انا في بداية انا ليا دراسة اكاديمية معينة كده، يعني ليا طريقة في التدريس، لو كنت يأست ما كنتش كملت، لأن المشايخ في الزمن أنا كنت فيه في التسعينات كانوا على ندرة، ما كانش فيه المضايف اللي أنتوا شايفينها دي، ما كانش فيه الأروقة الجميلة دي، ده أنتوا في نعمة، والله في نعمة تحسدون عليها. في التسعينات ما كانش فيه الكلام الرائع ده، كان كلها عبارة عن دروس عامة للعوام، ما كانش فيه كتاب بيقرأ وبيشرح بالطريقة دي. أنا عمري ما سمعت الكلام ده إلا في حوزة مولانا الإمام العلامة حفظه الله ورضي الله عنه وأرضاه، صاحب هذه النهضة العلمية كلها بأسرها تشهد وتصرق باسمه حفظه الله، ما كانش فيه الكلام ده خالص. فظللنا نبحث عن من يقرئنا كتاب بطريقة أكاديمية نقرأه من الجلدة للجلدة، نقرأه على مستوى الحرف، وظللنا عدة سنوات نبحث عن هذا إلى أن وفقنا المولى الكريم إلى أحد الأئمة المتقنين، ووفقنا بعد ذلك لغيره ولغيره ولغيره، ولكن هو صاحب اليد الطولة في يعني في إنشائنا وفي سيرنا على الطريق. فاليأس نهايته فشل، فاوعى تيأس. ما فهمتش يعني إنه بادي خبرية وإنشائية، ما تزعلش، سيبها ان شاء الله وهتفهمها. اما تقعد وتسمع الشريط مره واثنين وثلاثه وتقرا في البلاغه، يعني كل يوم يمر عليك وتقرا فيه تتمكن مما تقرا، مش من مره واحده يا اخوانا، حاولوا مع انفسكم. ده الواحد منكم لو
يعني عايز يبني بيت بيتعب لغايه اما بيبنيه. فالعلم كذلك مش سهل يا اخوانا، الطريق ليس سهلا. اركان الحمد، اركان الحمد خمس. حامد، حامد اسم فاعل يعني الشخص الذي صدر منه الحمد. ومحمود الشخص الذي وقع عليه الحمد. ومحمود به يعني الشيء الذي حصلت به الحمد. ومحمود عليه يعني الشيء الذي جعلك تحمد اللي هو الباعث. وصيغة يعني اللفظ. ايه الكلام الجميل ده مولانا؟ نقوله تاني؟ يبقى حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة. مثال، إذا قلت زيد عالم، أنت قلت كده ليه؟ أصل زيد قدم لي كوب من عصير المانجا الساقع فأكرمني بذلك فقلت زيد عالم. يبقى زيد عالم دي إيه؟ ده حمد. أنا المتحدث به الذي أنشأته حامد. زيد الذي وقع عليه وصف العالمية محمود. الكرم محمود عليه. العلم محمود به. هذا الكلام الصيغة. الله، العلم سهل يا أولاد، بس في ناس حاسس إنها مش معايا. طب أقول تاني، إذا قلت زيد عالم، أنت قلت كده ليه؟ لأنه قد أكرمك وقد أعطاك وهيأ لك الطعام والشراب، فبعد أن أكلته وشربته وتضلعت مما عنده قلت يا مولانا زيد عالم. ليه؟ لكونه قد أطعمك وأكرمك. يبقى أنا الذي قلت هذا، أنت الذي قلت هذا، أنت حامد وزيد محمود. طيب، والإكرام محمود عليه، والعلم محمود به، والصيغة اللي هي زيد عالم. طب افرض إن زيد أكرمك وقدم لك طعاما وشرابا وأعطاك كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين، ها وانت مروح من عنده، ده أكرمك إكرام ما فيش بعد كده، أو أعطاك غاية الاختصار للعز بن عبد السلام، غاية الاختصار اختصر في العز نهاية المطلب لإمام الحرمين وطبع في 8 مجلدات. لو حد عنده غاية الاختصار يبقى يقول لي، لو حد عرف يحصل نسخة بنقود أعطيه هذه النقود له يقول لي ويجيبها لي وأنا أحاسبه عليها. اللي يقدر وما يوفيش هيبقى مش حلو. ما ليه مش ليه؟ خليها نسختين. طيب، فقال قلت حضرتك بعد ما أكرمك وفعل بك هذا، قلت زيد كريم لكونه إيه؟ أكرمك. يبقى المحمود به والمحمود عليه اتحدا، ذاتهما واحدة، لأن ده إكرام وده إكرام، صح؟ لكن باعتبار كونه محمود يخالف الآخر باعتبار كونه محمودا عليه. لأن بص الذهنية الفارقة، هو مين اللي خلاك تحمد؟ إكرامه. يبقى الإكرام هو الباعث، هو الذي دفعك لكي تقول هذه الجملة، فأصبح مختلف عن الإكرام اللي حصل به الحمد. لأن الإكرام اللي حصل به الحمد يخالف الإكرام الذي بعثك لأن تقول الحمد، فده بيسموهم إيه؟ متحدان ذاتا، لأن الحمد ذاته واحدة، مختلفان اعتبارا.
ده باعتبار كونه محمود به، وده باعتبار كونه محمودا عليه. محمود عليه يعني ايه؟ يعني هو الذي دفعك وبعثك وحضك على ان تقول هذا الحمد. فالدافع يختلف عما حصل به الحمد في الاعتبار. طيب، يبقى قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا. تعريف الحمد، كفاية. قال: والحمد، إبا تعريف الحمد. قالوا: الحمد له معنى لغوي وله معنى عرفي. ده تعريف أنو حمد؟ تعريف الحمد الحادث اللي هو الحمد اللفظي. أما حمد القديم فلا تكلام لنا عليه. يبقى والحمد اللفظي اللي هو الحمد الحادث، اللي هو الحادث اللي هو الذي يحصل بألسنتنا لأنه وجد بعد أن لم يكن. لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل أي التعظيم، سواء تعلق بالفضائل أو الفواضل. طيب، نمسك بقى حاجة حاجة، نخليها مرة جاية. دي لوحديها خلاص، احنا هننتهي هنا ان شاء الله.